العافية يا جماعة وأهلا فيكم في فيديو. دقيقة بس أضبط الكلمة من هون. منتصف الأسبوع جديد جايين هنا في منتصف الأسبوع نلطف عليك أسبوعك. في حال كان أسبوعك صعب طويل تعاني من الزهق أو الملل أو القرف، إحنا جايين بس هيك نبهر لك أسبوعك ونختفي وارجع لك على الويكند وهكذا. قبل ما نبلش بأي إشي، أنا حاسس شوي إنه الدنيا حر 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 ممكن من منظور بعض الناس انه تفاهة قدي انا مبسوط على التوثيق، ولكن انا هرمت. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. انا تعبت، تعرف من متى بقدم اني اتوثق؟ هسه شوف ربنا الله، في الشوط الاول من مسيرتي وكنت اقدم ما كنت بستاهلها هالقد. نعم اتفق معك تماما، ولكن وصلت لمرحلة في مسيرتي ما ضل اشي اثبته انه اخذ التوثيق. يعني عندي على التيك توك قريب 5 مليون، عندي على اليوتيوب كثير قريب 2 مليون، وعندي على الانستغرام 3.1 مليون. ايش ضل اعمل او ايش في منصة افوت عليها يقتنعوا انه انا يعني الناس بتعرفني منيح؟ الحمد لله وفقوني اعطوني الصحة الازرق، اعطوني اياها هسه. انا مبسوط بس قصدي وقت. انا هسه بدي اخذكم رحلة في الاشياء اللي كنت اشوفها في يوم الطبيعي، الميمز اللي الناس بتعملها علي لاني ما كنت موثق وكانوا يزيدوا الطين بلة ويخلوني بس بدي التوثيق اكثر. طبعا حابب اشكر بيجات الفانز، دقيقة اطول الاسامي عشان ما اخرب. حابب اشكر ابو ريال ونرجس وسام كيو اندرسكور سبورت وسام كيو جي، ما عدا ابو ريال، هذول بيجات فانز قلت لهم يساعدوني في انه نلملم الميمات هاي لانه كانوا كثار وكانوا موزعين في كل مكان وما كنت عارف ألمهم لحالي، فشكرا لهم انهم ساعدوني نلم. ليس من غير مقدمات اطول من هيك، خلينا نفوت في الميمز اللي الناس كانت تعملها علي وانا مش موثق ونشوف بانا ايش كنت امر. هم بضحكوا، ربنا الله بضحكوا، وهذا كان يجرح ويطبطب. الشلة كلها قاعدة ومبسوطين، حدا فتح سيرة الانستغرام والتوثيق. وسام ربت عليك شوي، عكرت مساج عكرت انت يا بي. لما كان كل حدا يا زلمه شوي شوي كانت الناس تتوثق، يعني بلشت بغيث وابو الرب، بعدين رغدة. لما رغدة توثقت حس انا مبسوط لها كنت، بس هل كنت بقدر اخفي شعور انه ليه مش انا ليش انا؟ لا بس توثقت وصلت في الاخر وانا حاطني هيك واني مش موثق، وتفهم ما تفهم مشكلتك. انا فهمتش يا حبيبي ومش جاي على بالي افهم اليوم، شو رايك؟ والله يسامحك، ليه بتاخذ وقت من حياتك تحسسني في النقص ليه؟ اذا انا مش عارف شو اعمل اكثر من هيك عشان اتوثق ايش اسوي؟ خلص تركني. وينه هسه؟ وينه اللي بعث لي الميم هذاك؟ وينه؟ اين انت؟ لا اراك لاني موثق. الانستا وثق اغلب المشاهير الا وسام. وسام مع مارك لذيذ لذيذ. وسام ومتابعينه لذيذ، ما شفتوش وقتها يعني، انا هسه اول مره بشوف. ممكن لو ما كنت موثق كان حسيت فيه اكثر، بس مش حاسس فيه كثير. هسه في حساب ببجي وفي حساب رغده وفي حسابي، مش فاهم لسه، خلينا نحضر بركي فهمنا في النص. حساب الببجي صار حسابه بالرب. هذا عينه كثير صراحة، هذا عينه كثير. طلع طلع كيف بكون مكشر بعدين برضه في النص. الانستا متابعينه وسام. والله ول الكف اللي اجى مفاجأة، هذا قد حجمي كله صح. يعني حقيقة انا حسيت بهذا الاشي في فترة من فتراتي. نعم مشهور ومو متوثق. استاهلاني فهمت الأغنية هاي وين راح. سام لما يقعد مع المشاهير الموثقة في حرف واو حب، وين راح؟ ما ندري. يعني انتم الحين يعني تبي تطردوني من الاستراحة؟ يعني بنعزمك لنا ساعة نعطيك قطرك تنقله. كل المصطلحات قلناها ما نبيك ما نبيك. مقبول مقبول نوعا ما. وسام إذا دخل حساب حدا ولقاه بيطردك. يا الله فعليا يا اخوان، لما كنت افوت على حسابات ناس والاقيهم موثقه كان يجيني شعور كيف هيك، انه بس اصلا كيف سويتوها؟ كيف عم بتقدموا زيي معقول؟ بعدين اكتشفت انه في ناس بتدفع مصاري عشان تتوثق. انعرض علي ادفع ولكني رفضت. وسام لما يحاول يتهرب من موضوع التوثيق، المتابعين يوتيوب والانستا. وسام وهو يستنى يتوثق. طبعا حط
في بالك ان انا هاي الفيديوهات كنت اشوفها يوميا. الابداع في موضوع التوثيق ما كان يخلص. بفوت على المنشنز ببلش احضر زي هيك وبطلع قد ايه الناس عم تبدع في ذياجي واضحك وازعل واضحك وازعل مشاعر مختلطه كانت. شكلي لما حد يحكي لي وسام توثق. حلو وينك هسه وسام توثق تمام اهو. بس عم بحكي لك يا بالاخر فوت على صفحتي شوف ما احلاها. وبتعرف والله انها احلى من اي علامه زرقاء عند اي حدا ثاني. هيك جاي متناسق. يا حرام ما توثقت بعد وسام. مش جديد يعني. يا حرام مش موثق مش مختوم ما في اشاره توثيق جنب اسمك. ايش تغلط علي ليش؟ ما غلط عليك. تغلط علي ليش؟ يعني ما تدري اني غلط عليك. غلط عليك فيش صراحة نفسي اعرف ايش الفيديو الحقيقي شو صاير. كل ما حد يقول لوسام يلا قربت توثق انت بس اصبر يا ابا. ايش كنت اسمعها؟ صبرنا لك كثير وصبر ما داري ينفع معك يا معفن. يا اخوان احكي لكم شغله بما انه هذا الفيديو طلع قبل شوي. انا اكثر لهجه بحب اسمعها في دني اللهجه السودانيه. ما بتتخيلوا قد ايه بموت فيها. حلوه لهجه حلوه بتحس الناس اللي بيحكوا فيها عسل. وسام وهو بيحاول يواكب حمل التوثيق لحسابات. حقيقة ما حد يعني ولا حدا. وسام بس يفتح الانستا ويلاقي كل المنشن عن التوثيق. لا حد يقول لي حبيبك انا ما عندي حبيب. حقيقة وسام وهو جالس يتخيل علامة التوثيق منورة جنب اسمه والحفلات اللي عم يعملوها اصحابه بهاي المناسبة. والله شوف لا اخفيك سرا كنت اقعد اتخيل اليوم اللي حتوثق فيه. كنت افكر معقول هيك بصحى الصبح. والله روتين يومي كان بصحى الصبح بعمل زي هيك الفرش على الصفحه ما بشوف العلامه الزرقاء وبحكي بلكي بكره وبكمل يوم. فوصلت لمرحله صرت اتخيل لما اعمل زي هيك واشوف العلامه الزرقاء فجاه طلعت شو هعمل. وسام لما يشوف التوثيق لذيذ لذيذ. لما تروح على مكان كل الناس موثقه فيه الا انت. يما شو حطيت في هاي المواقف يا بي. تجمع الشباب بس انا مستني. فعليا وسام من اهدافي لهاي السنه اتوثق متابعينه. ما راح ارد الدنيا حر تمام. المتابعين انت كيف مو موثق وعم بتصور ستوريات؟ يا بي هذا الفيديو. كنت قاعد في المكتب فاجت رغدة على المكتب بدها تخلص كم من شغله ففاتت علي بتقول لي وسام اسمع بدي اصور هيك تيك توك سريع. بقول لها تمام ايش اعمل؟ بتقول لي افتح صوره التوثيق على تليفونه. هيك صفنت فيها تمام. قالت لي بس ترى تمام. قالت لي امسك صورني هالشغله. طلعوا الفيديو اللي طلع معها. بس فعليا انا استطيع انا استطيع فعلتها. حساب رغدة حساب وسام. اسمع انا ودي اصير زيك. دقيقة اسف اسف قطعي. اسمع انا ودي اصير زيك. انا ادفع ما وراي ودودي واصير زيك. انت عقدتي. حقيقة شوي حقيقة كثير تمام يعطيكم العافية. حدا من المشاهير توثق فانزات وسام اند فانزات المشاهير الموثقين. والله يا فتزاتكم نار. كل الحروب اللي دخلناها عشان التوثيق والناس اللي بتذاكرنا وينهم هسه؟ وينهم هسه؟ هل الاسد يحتاج لتاكيد ليكون ملك الغابه؟ خد لك هالمواساة. طلع كيف بواسيني. ولو يا وسام علامة زرقاء مش مهمة. انت عندك عدد متابعين ومعجبين كثار مش مهم التوثيق وسام. يلا زين احسن ولا شيء. بس خلاص بديت ارضى بالقليل. سقف الطموحات. والله دحومي عم بكون في الميمز نار اخر فترة نار. وسام كل ما يقدم طلب مشان يتوثق. والله ما يصحش كده. والله العظيم الدكتور ما يصحش يا دكتور. اضحكني اضحكني مرة حبيتها. حساب رغدة وهي موثقة وحسابي طلع صباغ وطلع.
حبيت صراحة. يلا عقبال عندك اخويا ابو الصباط. الانستا كل ما يشوف حسابه يسام. اظن هذا احلى واحد بس الصراحة. وهي كانت شوي من اللي كنت اشوفه انا ايام ما كنت مش متوثق والناس كيف كل يوم بتبدع عشان تضايقني وتحسسني بالنقص، ولكن وصلنا لمبتغانا في الاخر. وفي ميمز كتير اكتر من هيك، بس اذا بنقعد نحضرهم كلهم ما راح نخلص. ومش حابب اطول عليك، انا قلت لك انا بس حابب اجي الطف لك نص اسبوعك واشوفك في الويكند. اتمنى تكون حبيتوا حلقه الميمز هاي. عم بفكر نصير نعمل ميم ريفيو هنا مع بعض مره ثانيه زي اللي كنا نعملهم زمان. اللهم هسه احسن والناس صارت تعمل ميمز عن جد بتضحك كثير اخر فتره، فعم بنفكر في هذا الموضوع. ليس الاسبوع الجاي في مفاجاه على القناه حتحبوها كثير باذن الله، يعني ان شاء الله انكم حتحبوها، فخليكم متراقبينها. وبعد كل هذا انا بقدر احكي لك انه انا هسه حتركك، بس مش مطول عليك، رجع لك في الويكند. يعطيكم العافيه جميعا، اتمنى لكم ما تبقى من اسبوع جميل جدا، وبشوفك في الويكند وطمني عنك ان شاء الله.